عزيز دايماني رئيس مدير عام معرض سوسة الدولي. نشكركم كل الإذاعات والتلفزة اللي حاضرين معنا لتغطية هذا الحدث اللي هو معناه يتنظم في مخص سالون دو لوتو من 15-19 نوفمبر، ولا احنا معناها نهتوا منه تعريف بقدرة تونس لتنظيم مثل هذه الصالونات، وهذا تحدي باسم تونس الكل، مش كان الساحل راهو باسم تونس الكل، الا نجموا ننظموا صالونات في الناحية هذه وفي المستوى المطلوب. هنا باش يكون عندنا حاضرين ويساهموا مع ما يقلوا معناها عدد قرابة 60 عارض، منهم معناها وكالات صنع السيارات وكل ما له علاقة بالسيارات، إلى جانب ذلك شركات تأمين وشركات ليزينغ وشركات المحروقات، وما كنت نتحدث معهم توا فهمتني ولا، وهذا كل ما له علاقة، وإن شاء الله معناها بمشاركة التغطية نتاعكم انتوما على مستوى وطني باش يكون معناها نسجلوا نجاحات للتظاهرة هذه اللي هي كما قلنا معناها نعتبره تحدي باش نكونوا ان شاء الله نجحوا بتوفير مجهودات الجميع. الصالون هذا عنده تقريبا قرابة 10 سنين ما تمش تنظيمه على مستوى وطني. احنا في سوسة اللي تسمى الدورة الأولى هذه باش نقوموا به يتسمى هو في حد نفسه معناها اندفي، وتراو معناها عدد الحاضرين توا في الندوة الصحفية هذه باش ينجحوا معنا التظاهرة هذه إن شاء الله تكون معناها عندها نجاحات وتكون في مستوى المطلوب. سليم الغزاي رئيس الجامعة التونسية للسيارات. بالنسبه لليوم بطبيعه الحال وين السيارات موجوده يلزم الجامعه تكون موجوده اوتوماتيكمون. نشكر الاخوين اللي استدعونا وكبروا بينا وفرحوا بينا برشا. دابور مازلت ما بداتش الندوه الصحفيه. على كل بالنسبه للجامعه عندنا ستون كامل مخصص للجامعه فيه سيارات السباق مختلف انواع السيارات، باش يكونوا عندنا على الاقل 8 سيارات، والمشاركه نتاعنا بطبيعه تعرف فما ناس تجي باش تشوف المعرض بتشوف السيارات الدوتوريزم نقولوا نحن اللي يستعملوه من العباد كل يوم، واكيد بالنسبه للسيارات تاع السباق المنظر نتاعها يكون اجمل وطريقه التحضير نتاعها اجمل، ومع السيارات بحول الله باش نحطوا بطبيعه الحال حاجات اللي تفسر السيارات السباق شنو اللي فيها شنو الخاصيات نتاعها. سفيان حافسه رئيس جمعيه الرياضات الميكانيكيه بالساحل. احنا مشاركين في المعرض هذا اون كونتريبيسيون معناها باش نجيبوا الكراهب نتاعنا باش ناخذوا في 1000 متر كاري باش نعملوا ديتيل، دونك باش نجيبوا نجم تقول باش نختاروا احسن معنا الكراهب باش يبداو زاد من 1925 entre 1927 donc c'est des voitures très rares و عندنا les autres voitures de 1956. Donc moi je peux encore la loire enfin des voitures qui ont des histoires. Parmi les voitures, il va y avoir une voiture qui a été كانت à la ملك بنت البيت. Donc il va y avoir des highlights. Ou on a d'autres voitures اللي هما dans le cadre de la restauration parce que c'est très important هذاك علاش احنا عاملين الجمعيه هذه باش نحافظوا على الباتريمون هذا تاع تونس. ونعملوا نحاولوا باش نعملوا ce qu'on appelle la restauration professionnelle avec les pièces اوريجينال وما نخرجوش على كطابع لازم السياره تقعد كيف ما هي في حالتها. لمينا ما يقارب 50 كهرباء، عندنا اون بانك دو دوني توصل حتى ل 70 او 70 و 80 فواتور، مي باش نقتصروا ما كثر في الاخر شنو اللي نختاروا ونفا سيليكسيوني فايفوار بتيتر 30 فواتور.